أوي أوي أوي، كيف حالك يا عزيزي الوجيه؟ يا أخي أنت كيف كذا يا أخي؟ أمك متوحمة على الشمس ولا على القمر ولا على النجوم؟ كل مرة تنور القناة بسم الله عليك. حياكم الله جميعا أعزائي الوجهاء، وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك مقدما، وإن شاء الله تعالى يتقبل طاعتنا وطاعتكم. عدت إليكم بسلسلة أخبار هوليوود، السلسلة اللي نناقش فيها على السريع آخر الأخبار سواء لأفلام مسلسلات أنيميات ممثلين مخرجين منتجين وغيرهم، وكمان أحيانا يكون عندنا توصيات لأفلام ومسلسلات وأنميات برضو، ونقاشات سريعة لأمور ثانية كمان. عموما انت عارفني وانا عارفك، ما يحتاج اكثر عليك كلام. لايك للفيديو لو اعجبك، واشترك لي في القناة، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتش، وكمان قناة الألعاب راح تلاقيها في صندوق الوصف. ركز لي على قناة الألعاب لو انت مهتم في عالم الألعاب والجيمينج والميم والأمور الترفيهية، تعال على قناة الألعاب لأنه راح ندعس فيها برمضان بمشيئة الله. غير كذا عزيز الوجيه، خلينا نبدأ. أسبوع وأقل من أسبوع يفصلنا عن عودة أحد أشهر المسلسلات في عالم الأعمال والدراما سكسشن أو الخلافة. شوفوا يا جماعة، هذا المسلسل يصلح لكل شخص تقريبا، لكل إنسان، لأنه يوريك قديش عالم البزنس مش بالضرورة يكون لطيف. هو مين اللي قال لك إن عمره كان لطيف أصلا يا وجيه؟ قد ينقلب الإبن على أبوه لأجل السلطة، وقد تنقلب الأخت على أخوها لأجل السلطة. مسلسل سكسشن يا جماعة من أروع وأجمل المسلسلات، وموسمها الرابع والأخير قادم قريبا. انت عارف ايش بقول لك، لو ما تابعت المسلسل هذا وما تعرف شيء عنه للحين، جرب تعطيه فرصة. تقيل شوية في البداية، بس بعدين العادة ايش، تلقم الهوك وفجأة تلقى نفسك معانا في الموسم الجديد. فيلم شازام فيوري اوف جودز، او الجزء الثاني من فيلم شازام، وصل الى صالات السينما يوم الخميس الماضي، وبالرغم من انه التقييمات للفيلم انقسم الناس فيها الى قسمين، ناس عجبها وناس ما عجبها، ناس ترفعوا وناس تطيحوا، وكالعادة يعني هذا الموال موجود مع افلام دي سي بشكل متكرر، ما هي جديدة يعني. عموما بالرغم من كل الحوسة هذه، إلا أنه فيلم شازام الجزء الثاني قدر يجيب في أول كم يوم له حوالي 65 مليون دولار، علما أنه ميزانيته بس 125 مليون دولار. يب، شازام شخصية محبوبة ولها شعبية، فإذا تبحث عن خيار ممكن يناسبك في السينما هذه الأيام، ممكن تتابع شازام الجزء الثاني، ولكن قبلها لازم تتابع الجزء الأول. ولو أنت يا عزيز الوجيه تابعت شازام الجزء الثاني، اكتب لي رايك في التعليقات. ويليام دافو يا جماعه يقول ان ما عنده اي مشكله نهائيا في انه يرجع لدور جرين جوبلين في عالم مارفل وسوني المشترك، ولكن بشرط واحد، ان وان كونديشن، اذا كانت رجعته بالطريقه الصحيحه وبالشكل الصحيح. لعيب يا دافو، كلنا ما عندنا مشكله نشوفك ثاني صراحه، ممثل رهيب وحضوره دائما يعطي اجواء جميله ومرعبه ومخيفه وجيب الهم. وخبر مؤسف وصدمه كبيره للساحه السينمائيه، الممثل والمنتج لانس ريديك المعروف بدوره في سلسلة أفلام جون ويك الشهيرة توفي قبل عدة أيام عن عمر يناهز 60 عاما. وذكرت بعض المصادر أن الممثل توفي وفاة طبيعية، ويفترض أنه ما كان يعاني من أي أمراض أو ما شابه. هذا الممثل يا جماعة شارك في أكثر من 100 عمل من مسلسلات وأفلام، وأنتج حوالي 3 أعمال برضه. شاركوني أهم الأعمال اللي تعرفوها للانس ريديك في التعليقات. وفيلم فول العادي جدا اللي نزل سنة 2022 راح يصدر منه جزء ثاني بمشيئة الله تعالى. السؤال الحين، ليش؟ ترى حرفيا الجزء الأول جدا عادي وممل كمان، والتمثيل فيه كان سبهللة، والحوار نايم، والسيناريو كسول، يعني من عارف جزء ثاني ليش؟ ولا علشان ميزانيته 3 مليون وجاب 17 مليون؟ حركاتكم ما تبطلوها الشركات التجارية. عين بعينك، عين بعينك انت يا منتج، فلوس ها؟ فلوس صح؟ ما في فيلم، ما في قصة، ما في أي. وخذ عندك يا عزيزي الوجيه واحد من أجمل أخبار الأسبوع. كلنا نعرف فيلم جلاديتور العظيم والراقي والأوسكاري، فيلم من عظمته تشوفه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة كل كم سنة، عن أداء، عن إخراج، عن قصة، عن حوارات، عن كل شيء فيه رائع. ولكن هذا مش خبرنا لهذا اليوم، لأنه فيلم جلاديتور الأول نزل سنة 2000. الخبر اللي يفتح النفس ويجيب العافية يا عزيزي الوجيه هو إنه دينزل واشنطن راح يشارك في الجزء الثاني من فيلم جلاديتور. ياب، دينزل واشنطن ما غيره. عاد تخيل فيلم ثاني لجلاديتور وفيه دينزل واشنطن، احلى من كذا ما فيش. وجدير بالذكر يا جماعه انه الفيلم قادم سنه 2024 بمشيئه الله. ايش بك، تحسبنا خلصنا؟ تعال اصبر، لسه كمان عندنا خبر عن فيلم جلاديتور الجديد. الممثل باري كيوغن، يب، النجم الصاعد والمترشح للاوسكار هذه السنه، واحد من الممثلين اللي جدا يعجبني ادائهم وشخصياتهم، احب اقول لكم انه راح يشارك في هذا الفيلم برضه، او فيلم جلاديتور الجزء الثاني، وبدور ايش؟ بدور الشخصيه الشريره او الفيلن.
بس خلاص كل اللي تقدر تسويه الآن إنك تنتظر يا عزيزي الوجيه والأمور طيبة. الإخوة والأخوات في مصر الشقيقة، حبايبنا وأصدقائنا، أحب أقول لكم إنه أنتم وفرنسا محظوظين. الله، مصر وفرنسا ليه؟ وش العلاقة يعني؟ والله أنا مش عارف، بس خليك معايا في الخبر. ذكرت موفي نيوز إنه فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس راح يتم عرضه في دولة مصر وفرنسا بتاريخ 31 يوليو، يعني تقريبا بعد شهرين من الحين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ولكن مصر وفرنسا راح يعرض عندهم قبل كل العالم بيومين، يعني أهل مصر وأهل فرنسا ينزل عندهم الفيلم وبعدها بيومين ينزل في باقي دول العالم. إذا هذا مش أغرب خبر أنا ما أعرف وش بيكون، ليش ولماذا وإيش الفكرة برضو أنا مش عارف صراحة. بس ما عليك من الكلام هذا، السؤال الحين أنت كيف باقي للحين ما تابعت الجزء الأول؟ يا أخي اتق الله يا أخي، ارحمني يا تعبت وأنا أقول لك تابعه. يا أخي تابعه صدقني ما راح تندم. الجزء الأول من هذه السلسلة لازم تشوفه، كلها شهرين وكمان تيجي تشوف معنا الجزء الثاني. اسمع الكلام وجرب، اعطيه فرصة، لا تتابعه كامل، اعطيه فرصة. إذا عجبك عجبك، ما عجبك اسحب عليه. وفيلم سكريم الجزء الخامس يحقق هذا الأسبوع حوالي 25 مليون دولار إضافية لأرباحه، وبكذا صار إجمالي المبالغ اللي جمعها حوالي 100 مليون دولار. يب. وفيلم كريد الجزء الثالث يجمع هذا الأسبوع حوالي 15 مليون دولار إضافية لأرباحه، وبكذا صار إجمالي المبالغ اللي جمعها حوالي 127 مليون دولار. وفيلم أفاتار يكمل 14 أسبوع على وجوده في شباك التذاكر، وقدر أنه يجمع إلى يومنا هذا 2 مليار و300 مليون دولار. والله هذا اللي صدق ديم يا وجيه. أوكي يا جماعة، خبر رائع لمحبي مارفل وممكن ما يكون رائع لبعضهم. رائع لأنه راح يصب في جودة أعمال مارفل، ومش رائع لأنه راح يخلينا ننتظر زيادة حبتين. مارفل يا جماعة يفترض أنها قررت تأجل بعض أعمالها وتغير موعد عرضها، والسبب يرجع لأنهم يبغون يركزون على جودة الأعمال أكثر. يا سلام يا سلام عليكم يا مارفل، لو الكلام هذا صحيح انا واحد من الناس اللي تدعم التاخير، طالما انه يصب في رفع جوده المحتوى واخراج العمل النهائي. مو لازم تنزلون 20,000 فيلم ومسلسل في السنه، عادي خليكم مثل زمان، شربونا بالقطاره بس نتابع في النهايه شيء رهيب وفعلا عليها القيمه، والوقت بيعدي في النهايه ما حد طاير. وتقييمات اوليه جدا رائعه وتدعو للتفاؤل لفيلم جون ويك الجزء الرابع. تخيلوا ان التقييمات الاوليه له في موقع IMDb وصلت الى 9/10، وفي موقع الطماطم الفاسده اللي انا ما أثق فيه أخذ 90%. لا 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 يا وجيه، من جدك؟ إي والله من جدي، وش مسوي جون ويك؟ شوفوا يا جماعة، التقييمات الأولية لما تكون مرة عالية كذا فإحنا أمام خيارين، إما إنه الفيلم ماخذ حملة تقييمات إيجابية ورشاوي وحركات ومن ذا الكلام، أو إنه فعلا مرة رائع ويستحق التقييمات اللي أخذها. وفي كلا الحالتين التقييمات هذه راح تصير دقيقة أكثر إذا ارتفع عدد الأشخاص اللي قيموا الفيلم، وكلها كم يوم عزيزي الوجيه وينزل عندنا في السينما ونشوف. لا تستعجل، لا تتحمس، اتحمس بس مش مرة أكثر من اللازم، شوف الفيلم في السينما أو شوفه بعدين إذا نزل واحكم بنفسك. والمخرج جوردن بيل يا جماعة يستعد لإخراج فيلمه الجديد واللي راح يكون من كتابته برضه كالعادة. الآدمي هذا عنده مجموعة أفلام قليلة من كتابته وإخراجه، بحطها لكم هنا في الشاشة، صوروها وأنصحكم تعطوها فرصة وتتابعوها لأنها مرة غريبة وأفكارها مختلفة فعليا. وبشكل عام وفي معظم الحالات أفلام هذا الإنسان تميل للرعب النفسي والغموض وأحيانا لحسة المخ. عموما يا جماعة جوردن بيل حاليا شغال على فيلم جديد وراح يكون من تصنيف رعب وإثارة كعادة تصنيفات أفلامه، وراح نشوف هذا الفيلم بمشيئة الله في سنة 2024. وبالحديث عن سنة 2024، فيلم سونيك الجزء الثالث راح نشوفه إن شاء الله في سنة 2024، ومش بس سونيك، كمان فيلم أفاتار الجزء الثالث راح نشوفه في 2024. حلو. ولعشاق مسلسلنا الجميل والرائع والمشتق من لعبة The Last of Us الشهيرة وبعد نهاية موسمه الأول، أحب أقول لكم يا جماعة أنه بعض المصادر منها الممثلة بيلا رمزي تقول أنه بداية تصوير الموسم الثاني من The Last of Us راح تبدأ للأسف في وقت متأخر من سنة 2024. أنا ما أعرف ليش الفجوة الكبيرة هذه بين الموسمين، بس بالنسبة لي مو مشكلة، تأخير أكثر وجودة أفضل ليش لا. عموما الموسم الأول استغرق تصويره حوالي 200 يوم، يعني حوالي 6 شهور لو بنحسبها بالطريقة هذه، وبناء على المعلومات اللي بين يدينا ممكن نشوف الجزء الثاني في سنة 2025، وإن شاء الله قبل، يعني مع أنه مستحيل بس إن شاء الله قبل. وختاما يا جماعة، فاكرين فيلم وين الدبدوب؟ قلت لكم قبل فترة أنه راح ينزلون نسخة مرعبة منه وغالبا راح تكون تجارية. أحب أقول لكم كلامي طلع صح، الفيلم نزل وتقدرون تتابعونه، فيلم زي الخ...
والله واسف على الكلمه بحط عليها طوط احتراما لك عزيز الوجيه. تبى تتابع الفيلم روح تابعه، تقييمه تقريبا 2/10 من 3. فيلم مضروب، فيلم تعبان، ونصيحه مني وفر وقتك على شيء افضل ما يحتاج تتابع. وبس والله يا جماعه الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير مره ثانيه، يعطيكم العافيه على المشاهده. لا تنسوا اللايك وشيكوا على صندوق الوصف مثل ما قلت لكم، قناه العاب راح تكون موجوده فيه، مواقع التواصل الاجتماعي لو حابين تنوروني وتتابعوني هناك. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.